متحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قال أنها ستترأس وفدا من وزراء حكومتها في زيارة لإسرائيل اليوم لإجراء محادثات رفيعة المستوى. من المقرر أن يسلم الرئيس الإسرائيلي أيضا شمعون بيريز لميركل خلال هذه الزيارة التي تستمر ليومين أرفع جائزة تمنح لمدنيين. ويأتي منح الجائزة لميركل اعترافا بالتزامها بأمن إسرائيل. معي للتعقيب على هذا الموضوع رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية. أهلا وسهلا بك. أهلا عزيزة. أولا كيف تقرأ هذه الزيارة وخاصة بعد أو بعد الحديث عن هذه الجائزة التي ستمنح لميركل اعترافا بالتزامها بأمن إسرائيل؟ يأتي في سياق العلاقات الثنائية التي تجمع ما بين إسرائيل وألمانيا. تعرفين أن هنالك التزام ألمانيا قديم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بأمن إسرائيل وبمساعدة إسرائيل، وربما كانت ألمانيا تشكل الطرف الأوروبي الأقوى في الدعم الأوروبي لصالح إسرائيل. ولكن مما لا شك فيه أن العلاقات الإسرائيلية الألمانية خلال فترة حكم ميركل مرت بانتكاسة إذا شئت عزيزة، خصوصا فيما يتعلق باعتراض ألمانيا على المنتجات المستوطنات في الضفة الغربية واعتراضها على التوسع الاستيطاني. وذكرت مجلة دريشبيغ الألمانية في 19 فبراير الماضي بأن في آخر اتصال هاتفي جمع ما بين نتنياهو وميركل كان هنالك خلاف شديد حول المستوطنات. هذا من ناحية. من ناحية أخرى ألمانيا وميركل نفسها تسعى إلى إعادة العلاقات الإسرائيلية الألمانية إلى سكتها، بالإضافة طبعا إلى رغبة إسرائيلية خصوصا فيما يتعلق بالمشروع الأوروبي، مشروع أفق أو أوريزون، الذي يقوم على مساعدة الدول في مجال البحث العلمي، وهنالك ترصد الحقيقة مليارات كثيرة في هذا المجال، وهو طبعا هذا المشروع حتى عام 2020. وبالتالي هنالك الحقيقة كثير من المجالات التي يمكن والتي سوف تطرح خلال هذه الزيارة. أجندة المباحثات حسب ما ورد ستتضمن أيضا سياسة الاستيطان الإسرائيلي ومحادثات السلام في المنطقة. يعني منذ متى، يعني حتى الآن كان الدور هو دور كيري تحديدا أو الولايات المتحدة التي ترعى ما يعرف بمفاوضات السلام، ما الدور الذي تبحث عنه اليوم ميركل في هذا الصدد تحديدا فيما يتعلق بمحادثات السلام؟ الحقيقة ألمانيا لم تلعب دورا حاسما، وأوروبا كلها بما فيها ألمانيا لم تلعب دورا حاسما في ملف القضية الفلسطينية. هل بمقدورها اليوم أن تلعب دورا يغير شيء؟ لا أعتقد أن بمقدور ألمانيا التأثير بشكل كبير على الملف المفاوضات. غالبا ما كانت وخلال العقود الماضية من المفاوضات ما بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية كانت أوروبا تقوم بدور الممول ودور الذي يعطي الجوائز المالية إذا شئت للأطراف المتصارعة، ولكن لم يكن لها الدور الحاسم. الآن كما يعرف الجميع كيري هو الذي يتولى عملية المفاوضات وهو المهندس الحقيقي لهذه المفاوضات، وإن كانت أصلا هي تدخل الآن في نفق مظلم الحقيقة هذه المفاوضات. لا يوجد هنالك أفق لاختراق حقيقي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. لذلك أنا أعتقد أن أنجيلا ميركل وألمانيا لا يمكن أن يكون لها دور حسم. ولكن دعني أشير إلى نقطة تدخل في إطار القضية الفلسطينية وهو مؤثر على العلاقات الإسرائيلية الألمانية، وهي المقاطعة التي بدأت تظهر في أوساط أوروبية كثيرة. نعم. وتخشى إسرائيل مقاطعة المنتجات التي منتجات الآتية من المستوطنات، وتخشى إسرائيل أن تتبنى ألمانيا هذه المقاطعة، مما سوف يؤثر كثيرا على الاقتصاد الإسرائيلي وعلى اقتصاد المستوطنات. الحقيقة إلى الآن يبدو هنالك قطار المقاطعة يمضي وإن كان ببطء ولكنه يمضي. هنالك اعتراضات بدأت تظهر في أوساط أوروبية، ليست ربما الأوساط الرسمية في ألمانيا، ولكن هنالك أوساط في المجتمع المدني تدعو فعلا إلى الضغط على إسرائيل لتحقيق تقدم ما في إطار المفاوضات. المفاوضات نفسها الإسرائيلية الفلسطينية الحقيقة تبدو لا يوجد هنالك الكثير من الأمل في إمكانية أن تتقدم باتجاه حل حقيقي للقضية الفلسطينية. نعم، ذكرت أيضا أسبوعية دير شبيغر أن الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية ستوقعان اليوم في تل أبيب اتفاقية تمثل ألمانيا بمقتضاها مصالح إسرائيل في الدول التي لا تربطها بها علاقات دبلوماسية، ولا سيما في البلدان الإسلامية كإندونيسيا وماليزيا. كيف تقرأ هذا القرار؟ أنا أعتقد هذا يعود بنا إلى الدور الألماني في إطار مساندة إسرائيل، المساندة الاقتصادية، المساندة العلمية، والمساندة في مجال الأمن الإسرائيلي. كل ما ذكر حول خلافات وهي خلافات حقيقية ولكنها لا تؤثر على جوهر العلاقات أو جوهر الالتزام الألماني اتجاه إسرائيل.
هذا من جهة، من جهة أخرى الحقيقة ما يحدث الآن في العالم العربي يؤثر سلبا ويعطي قوة لإسرائيل ويدفع الدول التي كانت مترددة في دعم إسرائيل أو الوقوف معها يدفعها لاتخاذ خطوات أكثر فعالية في إطار هذا الدعم. القضية الفلسطينية الآن وهي العقبة الأساسية أمام انخراط إسرائيل سواء في المحيط الإقليمي أو في المجتمع الدولي، القضية الفلسطينية تشهد الآن عقبتين أساسيتين. العقبة الأولى أنها بدون أي سند، بدون أي سند مقاوم، تم التخلي عن المقاومة بالمعناها المسلح طبعا سواء من قبل منظمة التحرير الفلسطينية أو حتى من قبل حماس المحاصرة في قطاع غزة. هذه ناحية. ناحية أخرى قطار المفاوضات يبدو أنه لا يؤدي إلى أي نتيجة، ويبدو أن إسرائيل مرتاحة إلى الوضع القائم حاليا، وبالتالي هي غير مستعدة لتقديم تنازلات حقيقية. نقطة أخيرة، أن العالم العربي لم يعد يشكل ظهيرا للمفاوض الفلسطيني أو حتى للقضية الفلسطينية، وبالتالي إسرائيل الآن تشعر براحة كبيرة، وهنالك أطراف في المجتمع الدولي تشعر كانت مترددة في الانخراط مع إسرائيل سواء في علاقات ثنائية أو في دعمها في مجالات متعددة، تبدو الآن غير مترددة وهي بالفعل تقوم بخطوات أكثر فعالية في إطار العلاقة مع إسرائيل. شكرا جزيلا لك رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية. شكرا لكم.